اهلا وسهلا مع فيديو جديد. طريقة تشكيل هيلو كيتي لتزيين الكيك، دائما باستعمال عجينة السكر الخاصة بالمودلاج. نقوم بطباعة الشكل او رسمه حسب الرغبة على الحجم المرغوب، ونقوم بتقطيعه. بعدها نأخذ عجينة السكر باللون الابيض، نقوم بتقطيعها سواء بهذه الأداة أو سكين. أقوم بتقطيع الأجزاء البيضاء أولا من الرأس، اليدين، القدمين. يعني طريقة الاشتغال جد سهلة كما العادة ومبسطة، ليتمكن الجميع من تطبيق الشكل. كما العادة يكفي فقط تتبع المراحل للحصول على نتيجة مرضية. أقوم بتعديل الشكل وإخفائه وتعديل جميع العيوب. بعدها أقوم بالخطوة الثانية، تقطيع اليدين والقدمين. دائما نفس الطريقة التي أشتغل بها، أقوم أولا بتحضير جميع أجزاء المجسم، بعدها أقوم بالتجميع، والتجميع دائما يكون باستعمال لصاق الغذائي لإلصاق القطع عفوا، والتأكد من أنها ثابتة على المجسم. بالنسبة للون الوردي، عندي درجتين من الوردي، استعملت درجتين. هذا اللون الوردي الذي نراه الآن في الفيديو هو لون وردي فاتح، أضفت له القليل من اللون الأحمر لأحصل على اللون الوردي الغامق. المراحل سهلة بسيطة، يكفي تتبع الفيديو من الأول إلى الأخير للحصول على نتيجة مرضية. ودائما أحاول الاشتغال بطريقة جد جد مبسطة وبدون استعمال أدوات كثيرة، يعني أستعمل أدوات ممكن تعويضها بأشياء متواجدة بالمنزل، يعني لا نحتاج العديد من الأدوات لصنع المجسمات أو الأشكال. وهذا هو هدف القناة، حتى يتمكن الجميع من تشكيل مجسمات بدون عناء وبدون تعب وبطريقة جد مبسطة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم إشعار بنزول كل فيديو جديد، وكذلك مشاركة القناة مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وشكرا لكم على تشجيعكم الدائم. أترككم مع مشاهدة تكملة الفيديو. شكرا لكم، فرجة ممتعة.